وللوقوف أكثر على قرار الإدارة الأمريكية بالانسحاب من أفغانستان، ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية سمير الحجاوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ سمير. أهلا وسهلا. بايدن أعلن أنه قرر سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مبررا ذلك أن الظروف تغيرت. إلى أي مدى ترى أن تبرير الانسحاب الذي ساقه بايدن مقنعا على الأقل لشركائه في كابول؟ يعني بايدن لا يحتاج إلى تبريرات، لأن الخسائر الأمريكية وخسائر الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان بلغت إلى الحد الذي لا تستطيع معه الموازنة الأمريكية تحمل المزيد من الخسائر، تحديدا الخسائر المالية بالإضافة للخسائر المادية والبشرية. حتى لو قلنا أن 3200 أو حوالي 4000 جندي أمريكي قتلوا في أفغانستان، إلا أن التقديرات المالية تشير أو تقديرات الخسائر المادية تشير إلى أن الولايات المتحدة خسرت ما بين تريليون إلى 6 تريليون دولار، يعني في هناك أرقام مهولة جدا. وبالتالي هذه تحولت إلى حرب استنزاف للولايات المتحدة الأمريكية، وحولت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إمبراطورية جريحة. أيضا علينا أن نعرف أن كل المؤرخين بلا استثناء يطلقون على أفغانستان لقب مقبرة الإمبراطوريات. لم تدخل إمبراطورية إلى أفغانستان إلا وقبرتها، الإمبراطورية البريطانية، ثم الإمبراطورية السوفيتية، والآن الإمبراطورية الأمريكية. قرار بايدن لم يأتي من بايدن، قرار بايدن هو قرار، هو متابعة واستمرار للقرار الذي اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي قرر أن هذه الحرب يجب أن تنتهي. طيب، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم موجود في كابول في زيارة غير معلنة عنها، ما الذي يفعله هناك؟ هل هو يحمل رسالة توضيحية أم رسالة تبريرية لشركائه في كابول؟ أعتقد أن الرسائل التطمينات لم تعد مجدية لشركاء، أو يعني شركاء بين قوسين، عملاء أتباع الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان. هناك تقارير أمريكية نشرت في الصحافة الأمريكية اليوم، إذا تابعت أو دخلتم إلى قناة الحرة ورأيتم التقارير التي نشرتها، ستجد أن هناك تقارير تتحدث عن مخاوف الذين عملوا مع الأمريكيين في أفغانستان، وتحديدا الحكومة التي تحكم كابول الآن هي حكومة ضعيفة، وبدون الأمريكيين لا تستطيع أن تصمد. وبالتالي ما الذي يستطيع أن يقدمه بلينكين؟ هو لا يستطيع أن يقدم شيء. يعني دعونا نتحدث بكل بساطة وبكل سهولة وبكل أريحية أن الولايات المتحدة الأمريكية هزمت في أفغانستان. هذه هزيمة، وهي هزيمة كاملة، وتندرج تحت مسمى أو تحت مظلة الحروب غير المتكافئة. في الحروب غير المتكافئة، عندما الجيوش لا تستطيع أن تهزم العصابات فهي مهزومة، وعندما تصمد العصابات ولا تهزم تعتبر منتصرة. فكيف إذا دفعت الولايات المتحدة إلى مغادرة أفغانستان؟ هذه حرب. أمريكا الآن ليست في وضع يستطيع أن يفرض شروط، ليست في وضع يستطيع أن يعطي تطمينات. هي الآن تريد أن تقول، ربما يعني تريد أن تقول لبعض الأفغان الذين عملوا معها أو عملائها هناك أنها تستطيع أن تمنحهم إقامات في الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر من ذلك لا تستطيع أن تفعل شيئا، لأن بمجرد أن يخرج الأمريكيون، والناتو طبعا سيخرج معهم حوالي 20,000 جندي. هل نفهم من هذا الكلام أن غضب المسؤولين الأفغان نتيجة القرار الأمريكي هو خوفا على وجودهم في مناصبهم اليوم؟ هذا شيء مؤكد، يعني هذا شيء يعتبر من باب تحصيل حاصل. لا يستطيعون، إذا كان الجيش الأمريكي كله ومعه الناتو بأربعين دولة لم يستطع أن يصمد في وجه طالبان، فلك أن تتصور وللمشاهدين أن يتصوروا كم يستطيع حركة الحكومة الأمريكية أو حكومة التي نصبها الأمريكيون أو التي تتعاون مع الأمريكيين في كابول، كم تستطيع أن تصمد؟ لا تستطيع أن تصمد كثيرا. يعني اليوم فزعت فعلا، وأنا أعمل بحث عن المصاريف والخسائر الأمريكية في أفغانستان، فوجدت أن الأمريكان دفعوا
على إنشاء جيش أفغاني موالي لهم 83 مليار دولار. 83 مليار دولار لم تستطع أن تصنع جيشا يصمد في وجه طالبان رغم وجود القوات الأمريكية وقوات الناتو. طيب السؤال الأهم هنا أستاذ سمير أن واشنطن تريد انخراط طالبان في العملية السياسية، وإلا لن تعترف بطالبان بأنه كيان موجود في أفغانستان. هل ستنصاع طالبان للضغط الأمريكي برأيكم؟ وما هو السيناريوهات إذا منصاع طالبان واعترف بها رسميا ضمن العملية السياسية في أفغانستان؟ صدقني أنه هذا كلام سخيف، يعني كلام الأمريكيين هو كلام سخيف ومضحك، مضحك للغاية، كلام تافه. نعم. يعني كيف لا تعترف فيها؟ يعني دعونا نفهم، يعني لسنا كمحللين، كبشر عاديين، كأناس كعوام عاديين، كيف لا تعترف بحركة ككيان سياسي وأنت تتفاوض معها؟ هم يتفاوضوا مع من؟ يتفاوضوا مع أشباح؟ هم يتفاوضوا مع طالبان. هم سيتركوا أفغانستان لطالبان سواء اعترفوا أو لم يعترفوا، سواء مولوا جماعات أخرى أو قدموا أو سلحوا. طالبان ما في خيار، لا يوجد خيار. طالبان سوف تستولي على أفغانستان بالكامل. هي مستولي الآن على 70%، فلم يتبقى سوى 30%. فبالتالي كل ما يقوله الأمريكان هذا شغل إعلام، يعني سنعترف ولن نعترف، وكيان سياسي إلى آخره، كلام لا معنى له على الإطلاق. طالبان حقيقة سواء اعترف الأمريكيون أم لم يعترفوا، وحقيقة منتصرة أيضا، والدليل على ذلك أنهم يجلسون مع بعض في الدوحة وفي غيرها من الأماكن من أجل أن يتفاوضوا. نعم، المختص في الشؤون أو في شؤون الجماعات الإسلامية الأستاذ سمير الحجاوي، كنت معنا عبر سكايب من الدوحة، شكرا جزيلا لك.